بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 37 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله بيان فضل الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فقال: منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد موته. وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم. أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنهما غيره حتى بينها لهم، لم يحفظ له قول مخالف نصا، هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغهم، والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها، وذلك مثل نفقة المتوفى عنها زوجها، فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر، فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الترمذي وغيره أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وأيضا فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود الإسلام، وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين، فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. فأمر أبا بكر على علي بن أبي طالب، وكان علي ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر، وكان هذا بعد غزوة تبوك التي استخلف عليا فيها على المدينة، ولم يكن بقي في المدينة من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب، فلحقه علي فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بيّن بذلك أن استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة، فإن موسى قد استخلف هارون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستخلف رجالا، لكن كان يكون بها أي المدينة رجال. وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين، ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة، لأن العدو كان شديدا والسفر بعيدا. وفيها أنزل الله سورة براءة. وكتاب أبي بكر في الصدقات أجمع الكتب وأوجزها، ولهذا عمل به عامة الفقهاء، وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ، فدل ذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون
في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع، فلم يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار، بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يكونوا معه يختلفون، وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وكماله، فصاروا يتنازعون في الجد والإخوة وفي الحرام وفي الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه في عهد أبي بكر، وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا في كثير من أقوالهم، ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي به ويقضي، وهذا يدل على غاية العلم. قد قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه، بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين، فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان، وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا في أبي بكر في اللفظ كما ظهر في المعنى، فكانوا يقولون محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله، ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته، فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله. وأيضا فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر السنة، بخلاف أبي بكر فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب، كما في الحديث المشهور الذي في السنن حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم مذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعليا كعلقمة والأسود وشريح القاضي وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي، وأما تابع أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأثر من أن يذكر. وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته، وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدم على أبي بكر وعمر لا في فقه ولا علم ولا غيرهما، بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر، إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع قتلهم في عهد علي وخمولهم. وكانوا ثلاث طوائف: طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهية، وهؤلاء حرقهم علي بالنار، وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ، فلما بلغ علي ذلك طلب قتله فهرب منه، وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر، قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. وقد روي عن علي من نحو 80 وجها وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قد ثبت في صحيح البخاري وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي
التي يقول فيها علي: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري، وكلاهما من همدان، رواه البخاري بسنده عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.